النهاردة هنتكلم عن ازاي نطلع الترندات من الدولاب عندنا. زي ما قلت لكم في اخر فيديو بتاع الترندات، لو ما شفتوش الفيديو تقدروا تشوفوه من هنا. الموضوع غريب شوية بس تعالوا نفكر ونتكلم. هاي انا بسنت بعمل فيديوز عن الفاشن وشوية حاجات كده فوق بعض. الموضة في العموم مش متغيرة قوي، الموضة يعني كل فترة احنا مثلا بنجيب حاجة من القديم ونغير فيها، نجيب حاجة مثلا كانت موجودة ونستحدث فيها حاجة جديدة. الموضة دايما بتوهمنا كده وبتسحبنا معاها ان هي حاجة جديدة، بس يعني غالبا كل الموضات او كل الترندات هنكون شفناها قبل كده او عدينا بيها او اشتريناها اصلا قبل. زي مثلا الجلد، مين اللي قال ان الجلد مثلا حاجة جديدة او مثلا ده لسه نازل وكده؟ الجلد طول عمره موجود في العموم، يعني على الاقل اكيد كلنا اشترينا جاكيت قبل كده او عندنا جاكيت قبل، يعني عندنا جاكيت في الدولاب. حتى وعلى الاقل حاجه بسيطه جدا زي باكيت هات مثلا زي دي. الفاست برضو من الحاجات اللي نازله موضه جدا وترند السنه دي. لو ما شفتوش لسه الفيديو تقدروا تشوفوه من هنا، باكد عليكم تاني اهو. السنه اللي فاتت كان نازل اخر الشتاء تقريبا، فانا ما اشتريتوش الصراحه. انا كان عندي كذا واحد بس اللي هو بكم، لانه غالبا كان موضه في ايام تانية ثانوي تقريبا على ما اعتقد، فجبت كذا واحد اصلا كان عندي منه الوان ياما قوي اللي هو بكم دوت، فلقيت ده 7 وده 7، فقلت اقص الدراعات كده واشوف مثلا هل لما البسه مثلا او انا اعمل له ستايلنج هيعجبني قبل ما اشتري، ولا هتبقى مثلا حاجه بردك وهجيبها واركنها. فقصيت كذا واحد، او السنه اللي فاتت قصيت واحد بس. لقيته شكله يعني حلو وشكله كده يتلبس يعني، ولبسته كذا مره. فجيت بقى السنه دي طلعت اللي عندي ورحت اقصهم بردك، فلقيت بقى عندي كذا واحد مش هشتري خالص لان يعني مش هجوزهم لبعض. المهم خلاصة الموضوع هنا، او يعني النقطة المهمة هنا، ان احنا ممكن نعمل اعادة تدوير مثلا لاي قطع عندنا بحيث ان احنا نستفيد بيها بدل ما هي مركونة. بس المهم من غير اي خراب، من غير اي دمار، لان احنا بنرشد الاستهلاك مش بنخرب. برضو من الحاجات اللي كلنا تقريبا عندنا منها وكلنا اشتريناها، فنقدر نحاول اننا نشوف لها ستايلنج او مثلا طرق جديدة نلبسها بيها، او مثلا نشوف الستايل بريبي مثلا ايه الحاجة اللي نقدر نقربها دي فنستغلها مثلا. فكده هنكون برضو غيرنا شكلها ولبسنا برضك حاجة على الترند من غير ما نشتري حاجة. الصوف، الصوف كده كده يعني معظم هدوم الشتاء عموما بتبقى صوف، فاحنا ما جبناش حاجه جديده. يعني تقريبا كلنا اكيد عندنا بلوفرات صوف مثلا اوفر سايز، كلنا مثلا عندنا بلوفرات بيزك نقدر نلبسها. فكره بردك الساتس، وان مثلا نقدر نلبس حاجتين صوف على بعض، فمثلا ممكن نحاول نشوف مثلا بلوفر عندنا يكون ماشي مثلا على كارديجان مثلا، او فستان مثلا عندنا يمشي على كارديجان. اصلا من كام سنه كانت نازله بردك الموضه دي اللي هي قطعتين الصوف على بعض، فبردك نقدر نرجع نلبسهم تاني، نعمل لهم ستايلنج جديد. وعموما اصلا اي حاجه بردك لونين هتكون بردك رايقه على بعض، يعني حتى لو القماشه مختلفه بس العين مش هتلاحظ ان الحاجه نفس اللون، فبردك نقدر نلبسها عادي وهتكون شكلها حلو. المهم اننا نكون عارفين ايه اللي في دولابنا وازاي نستغله صح. الالوان، الالوان زي ما قلنا السنه دي متنوعه جدا ونازله الوان ياما قوي، يعني احمر وازرق واصفر واخضر ودرجات اللي هي البيج والبينك، كل دي الوان اكيد عندنا منها. يعني انا مثلا عندي الدرجه اللي هي اللي بين البني والنبيتي ديت، عندي حاجه بردك كانت قديمه من ايام وانا في اول الكليه كنت جايباها، فحاول بردك اطلعها واشوف استغلها ازاي. اكيد كلنا عندنا حاجه من الالوان دي، يعني اصلا الوان كلها يعني في العموم موجوده ومنتشره، فدعبسوا كده عندكم واكيد هتلاقوا حاجه تناسب تقدروا تلبسوها. الاكسسوارات، الاكسسوارات زي ما قلنا من الحاجات اللي تقدر تنقل الطقم من حاجه لحاجه، وتقدر تنقله من ستايل لستايل، وعموما تقدر تغير شكل الحاجه وتحسسنا ان احنا جددنا. موضه الاكسسوارات السنه دي زي ما قلنا نازله القطع الاستيتمنت، فنقدر مثلا نشتري حاجه شكلها مختلف، او مثلا لو حلق مثلا لو احنا بشعرنا يكون مثلا كبير كده مثلا حجمه نسبيا، ومثلا نلبسه على بلوفر مثلا نحس ان احنا غيرنا شكله جدا، او مثلا سلاسل زي كده هتغير بردك شكل البلوفرات او الهدوم اللي عندنا. هسيب لكم اللينك بتاع البيج بتاعتي تحت، تقدروا تشوفوا الحاجات اللي انا بعملها وتقولوا لي بردك ايه رايكم. بوتس، التشانكي بوتس بقى لها فتره كبيره بتنزل تقريبا حوالي 3 سنين، وتقريبا كل سنه بيغيروا فيها حاجات وبنشتري بردك. فاللي عنده مثلا شوز كده او اللي عنده تشانكي بوتس فيقدر يلبسها يطلعها يستغلها، بدل ما يشتري. مش شرط ان احنا عشان جايبينها مثلا السنه اللي فاتت فخلاص نركنها ونشتري نازل جديد، لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان احنا ازاي نقدر نستغل الحاجات اللي في دولابنا ونرشد استهلاكنا. اهم حاجة اننا ندور كويس في الدولاب، نعرف ايه اللي موجود فيه، نعرف ازاي نستغله، وازاي نقدر مثلا نعيد تدويره، وازاي نقدر نلبسه تاني من غير ما نركنه. ما نمشيش برضك ورا الترندات،
يعني مش اي حاجة تنزل نجري وراها، لازم نكون عارفين احنا بنحب ايه، احنا بنكره ايه. الحاجة دي نقدر مثلا نلبسها كم مرة، اقدر ادخلها في كم قطعة مثلا عشان استفيد بيها. اتمنى تكونوا استفدتوا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تعملولي فولو على الانستجرام، اللينكات تحت.